أحسن الله إليكم بسبب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص اشترى أرضا ثم باعها بحظ الحوض ثم اشترى أخرى ثم باعها بالحوض وفعل على ذلك عدة مرات ثم اشترك في مساهمة من عدة أشهر. سؤال حول هذه المساهمة. السؤال حول هذه المساهمة: هل هو حول الأرض الأولى أم يبني عليها أم يستأنف؟ الحول حول الزرع حول الأرض كلها عرض عروض تجارة. الحول حول الدراهم، فإذا تم الحول على الدراهم التي يبيع ويشتري بها فإنه يزكيها مع أربع حيال. نعم.